شدد وزير الداخلية محمود توفيق على أهمية استمرار وتفاعل الخطط الأمنية مع ما تفرضه الاعتبارات الداخلية وتفاعلها مع الوضع الإقليمي بالمنطقة. وخلال اجتماعه مع قيادات الوزارة عبر منظومة الفيديو كونفرنس بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة تنفيذ استراتيجية العمل الأمني، أشار وزير الداخلية إلى أنه بالرغم من النجاحات الأمنية التي تحققت، فإن خطر التنظيمات الإرهابية ما زال قائما رغم تلقيها عدة ضربات استباقية موجعة، موضحا أن الشعب المصري بات واعيا بما يحاك ضد الوطن من مؤامرات، رافضا ما يطلقه المخربون من دعوات، مؤكدا أن تمسك الشعب المصري لحماية وطنه وتوحده خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة وشرطته هو ما يجعل رجال الشرطة مستعدين دائما لتحمل التضحيات ومجابهة جميع التحديات بكل حسم.